هو مبحثنا، شكل اللسان عند نطق الراء المفخمة والمرققة. الراء المفخمة كما نرى اللسان فيها يكون متقعر، واللسان المزمار راجع قليلا، بينما المرققة ما فيها تقاعر ولسان المزمار إيه لا يرجع. قد شرحنا هذا أكثر من مرة. صعب شيء هذا المبحث؟ وحاولوا الله يرضى عليكم يا أخوان. أنا شاعر بأنه أغلب الموجودين معلمي قرآن، الله يرضى عليكم، قولوا آمين يا أخواني. حببوا قبل أن تعلموا، الله يرضى عليكم. لا تخلوا أولادنا يتعقدوا. يعني من كم يوم، مو من كم يوم، صلى يمكن أسبوعين أو منتشر فيديو ولد هيك، ولد أظن بأمريكا، ولد ابن عرب يعني هو، وجاي على البيت وعم يحكي لأمه شو بتحكي لمعلمة وكذا، خو خي خو. يمكن إجاني 50 مرة هذا بس أنا والله كنت متألم يعني. مسكين هذا الولد لح يتعقد شوي تاني يعني. عرفنا يعني رفقا بالقوارير، لازم نحن أولادنا وبناتنا ما ننفرهم من علم التجويد، ما نجعل التجويد بالنسبة لهم يعني شيء مرعب، شيء مخيف. هو أمر سهل يا أخواني، أمر سهل يعني. حدثوا الناس بما يعرفون. الصغار بالمرة نعلمهم التجويد تلقينا. عرفتوا شو تلقينا؟ يعني ينطق صح بدون ما يعرف. خلي أستاذه يعلمه مثلا من الجنة والناس بدون ما يقول له نون مشددة والكلام هذا، بس يعرف انه ألا ترون أولادنا يحفظون الأناشيد ويحفظون بعض الأمور التي تغنى، يحفظونها ويأتون بها تماما بدون ما يتعلموا. طب لماذا نحن لا نستفيد من هذه الصفة في أولادنا فنعلمهم تلاوة القرآن تلقائيا؟ عرفتوا شو تلقائيا؟ يعني الولد بقلقل بدون ما يعرف القلقلة، ويموت بدون ما يعرف ايه المد. عرفنا كيف؟ إذا كبر قليلا أعطيناه مشهور الأحكام، مشهور الأحكام، وباللطف أعطينا مشهور الأحكام بالقواعد العامة، بتعريفات سهلة مع ابتسامة لا نكثر عليه. إذا وجدنا في عندهم ملل منحاول نطري الجو بنكتة أو بشيء هيك يفرفحهم يجعلوهم يعني يضحكون أو كذا. إذا ضحك الإنسان أخذ أكسجين، لما بيضحك الإنسان بيتنفس أكثر بياخذ أكسجين، فإذا أخذ أكسجين شو بيصير بالدماغ؟ بيتنشط. انتبهنا كيف؟ فننتبه إلى هذه الأمور. أحكام الراء يعني كما رأيتم لها إيه؟ تفريعات كثيرة. ما تفرعوا للأولاد في جلسة واحدة، يعني خليهم أعطوهم المشهور من الأحكام. يعني أولادنا خليهم يعرفوا أن الفتحة والضمة سبب مين، والكسرة سبب مين، وبس وخلاص. شو بده بفرقين، وشو بده بقرطاس ومرطاس، يعني هي القصة بتجي مرة واحدة بالقرآن، وبعضها بيجي عند الوقف أو عند ما بعرف إيه. طب يا أخي بلا ما نشوشه للولد أو للبنت، يعني فهمت؟ خلي أولادنا يحبوا كتاب الله عز وجل، يحبوا القرآن العظيم، يعني يشعروا بأنه علم التجويد هذا علم إيه؟ سهل، وعلم جميل، وعلم فيه يعني فيه ذوق. انتبهنا كيف؟ يعني ما، وذلك بأن نعطيهم المعلومة أولا سهلة، ثانيا مقرونة ببسمة، ثالثا مو كله دفعة واحدة. يعني حاولوا إيش؟ أن توزعوا الأحكام على عدة جلسات، مو بنفس الجلسة بدي أعطي كذا وبدي أعطي كذا وبدي أعطي كذا. انتبهنا؟ وإياكم والسب، إياكم والشتم، إياكم والتوبيخ. ما بدنا أولادنا والعياذ بالله ينفروا من كتاب الله عز وجل. بيذكروا في الكتب القديمة أن معلما للصبيان كان يعلم أولادا صغارا عرب أقحاح. عرب إيه؟ أقحاح. وباعتبارهم صغار عم يعلمهم تبت يد أبي لهب، عم يقطع لهم إياها. شو عم يعمل؟ عم يقطع لهم صورة تبت. فشو يقول لهم؟ تبت يدا، مشان يعيدوا وراه قراءة جماعية يعني. فشو يقولوا الأولاد؟ تبت يدان، يضربهم. تعرفوا طول عمرهم هدول مشايخ الكتاب لازم يكون معهم ايه؟ العصا. فيقول تبت يدا، الأولاد شو يقولوا؟ تبت يدان، يضربهم. يرد يعيد تبت يدا، يقولوا الأولاد تبت يدان،
يضربهم. عرفاني ليش عم يقولوا تبت يدان؟ هن مو فهمانين عليه شو بده. هن عرب أقحاح. فمر واحد فهيم سمع قال له للمعلم: يا أخي صلها لهم. شو قال له؟ صلها لهم، يعني لا توقف عليها. فقال المعلم: تبت يدا أبي لهب وتب. فقال الأولاد: تبت يدا أبي لهب وتب. لفظوا إيش؟ صح. هو شو كان عم يعمل؟ كان عم يقطع المضاف عن المضاف إليه. عم يقطع مين؟ المضاف عن المضاف إليه. يدا أصلها إيش؟ يدان، والنون تحذف بسبب إيه؟ الإضافة. هو عم يقول تبت يدا، فهن بفطرتهم شو عم يعملوا؟ عم يلفظوها صح، عم يقولوا تبت يدان، لأنه ما في بعد منها مضاف إليه. انتبهتوا كيف؟ فأحيانا يعني بعض المدرسين بالأسلوب قد يكون إيه؟ الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله محببين قبل أن نكون معلمين. بقي عنا الله يسلمكم.